معايا دلوقتي التليفون مهم جدا نطمن فيه على منتخبنا، لاعبي منتخبنا، واحنا داخلين على تصفيات كاس العالم، داخلين على كاس الامم الافريقيه، مع المحترم الدكتور محمد ابو العلا طبيب منتخبنا الاول. الدكتور محمد مشرفني ومنورني. مساء الخير استاذ كريم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه يا فندم؟ الحمد لله، مبسوط جدا اني مع حضرتك. انا دايما ببقى سعيد وفرحان ودايما فخور بوجودك معانا في منتخب مصر، يعني حاجه مشرفه للغايه يعني. متشكر جدا لحضرتك. طيب دكتور محمد، بدايه كده عندنا قوام اساسي ورئيسي لمنتخبنا الوطني، نتمنى ان شاء الله انه يبقى المنتخب كله وكل لاعبي المنتخب اللي عندهم خبرات جاهزين لتصفيات كاس العالم وكاس الامم الافريقيه. هل في الفتره الحاليه الحاله جيده؟ هل معظم اللاعبين اللي هم بيشاركوا دوليا كثيرا، يعني عشان لسه الراجل ما اختارش فيتوريا، جاهزين ومفيش اصابات عندنا كبيره باستثناء حجازي، ولا في اكتر من اصابه؟ يعني هو حضرتك عارف احنا بنبقى في الفتره دي بنتابع اسبوعيا زي يعني زي كل الناس، كل مباريات سواء المحليه او للاعبين المحترفين بنتابعها بانتظام. الحمد لله رب العالمين في الوضع الحالي ما فيش، بس احنا كان عندنا محمود طبعا اتصاب في مباراتنا الاخيره تريزيجيه. الباقيين الحمد لله رب العالمين الامور ماشيه كويس، بس لسه حضرتك عارف يعني في ماتشات اتلعبت امبارح، في ماتشات اتلعب الخميس، وفي ماتشات اتلعب الاسبوع الجاي. بنتابع دوريا يعني، بس بشكل عام الحمد لله رب العالمين ما فيش غيابات كبيره. تريزيجيه كانت اصابته عباره عن ايه يا دكتور محمد؟ هو محمود كان خد يعني كانت اصابه في الكاحل، وهو يعني اتحمل على نفسه شويه وكمل، وبعدين استبدل في الدقيقه تقريبا 60 من الماتش. 60. طيب انا في اثنين تحديدا عايز اطمن عليهم، حجازي والونش. حجازي والونش هل ممكن يبقوا قريبين من كاس الامم الافريقيه ولا في صعوبه ما؟ هو حاجة عارف احنا يعني احنا في السنه اللي فاتت كانت واجهنا موقف يمكن ما تعرضناش قبل كده، ان احنا زي ما حضرتك قلت يعني اربع او خمس لعيبه من القوام الاساسي بتوعنا يعني جالهم اصابات طويله، يعني سواء اصابات في الاربطه او رباط صليبي، وده كان موقف احنا الحقيقه ما يعني على الاقل في 8 سنين اللي فاتوا ما تعرضناش ان هذا الكم من القوام الرئيسي يحصل له الاصابات. صحيح. والحمد لله رب العالمين الوقت عدى، وفي يعني في جزء منهم الحمد لله رجع وشارك، وفي لسه ناس مستنيينهم يرجعوا لنا بالسلامه ان شاء الله. احنا لسه طبعا زي ما حضرتك سالت على الحجازي والوجه، هم يعني من متابعتنا هم ماشيين بشكل الحمد لله كويس ومنتظم، بس احنا لسه ما نقدرش دلوقتي نحط موعد للعوده طبعا. ولا متوسط موعد للعوده، يعني نقول مثلا يعني في خلال كذا. في الاصابات الطويله دايما سكرين احنا بنبقى ماشيين بشكل دوري بمتابعه في وقت من الاوقات بتبقى يوميه، بحيث انك بتشوف تطور الحاله، ويعني الاصابات الطويله مختلفه طبعا عن الاصابات العاديه. عظيم. طيب دكتور محمد، في حاجه دايما بتشغلني واحنا لسه شايفينها في كاس الامم الافريقيه اللي فاتت، ليه بيحصل لنا اصابات متكرره في البطولات المجمعه؟ يعني احنا تحديدا طبعا في منتخبات كثيره بيحصل لها اصابات، بس تحديدا في كاس الامم الافريقيه كان في اصابات كتيره قوي، ويخلينا قلقانين لما كاس الامم الافريقيه اللي يجي دوت يبقى فيه اصابات كتيره قوي. هو طبعا احنا في 2017 كان عندنا اصابات كتيره فعلا، ويعني وكان يمكن وقتها كان ممكن حاجات لو تداركناها يعني في حاجات معينه نقدر نقلل الاصابات دي، ده كان ممكن، اقدر اقول لك ان ده كان ممكن دلوقتي. ولكن بشكل عام يعني عاده زي ما حضرتك قلت اغلب الفرق اللي توصل للنهائي بيبتدي يحصل لها كم اصابات. احنا في البطوله الاخيره يعني برضه احنا عملناه ما بيحصلش كتير، احنا لعبنا الاربع مباريات الاقصائيه يعني البلاي اوفز كلهم من اول دور الثمانيه لحد النهائي كلهم 120 دقيقه. صحيح. فده كان برضه ده رقم وحمل بدني، غير ان احنا كنا مغيرين الباترن البدني الفيزيكال يعني البدني تماما. احنا كنا في ست شهور بس اللي هي فتره كارلوس كيروش لعبنا 20 مباراه، وكنا خارجين لسه من البطوله العربيه، ورجعنا 10 ايام على قد ما افتكر يعني صح، رجعنا يوم 19 ديسمبر دخلنا معسكر كاس الامم بعدها ب 10 ايام. فكان طبيعي مع كم المباريات الدوليه في الوقت الضيق ده ان طبعا نتعرض للاصابات. احنا كان الحمد لله رب العالمين يعني توفيق ربنا معانا ان اغلب اللعيبه اللي اصيبوا قدروا يرجعوا تاني ويكملونا في البطوله. كان وقتها انا فاكر باستثناء اكرم طبعا، وكان باستثناء حجازي في دور الثمانيه. طيب دكتور، عايز اسالك على حاجه معرفش ينفع نتكلم فيها ولا لا، بس قول لي برضو لو بشكل علمي حتى تتعمل ازاي. هل انت ممكن تنصح اجهزه طبيه في انديه، تنصح لاعبين هو معروف ان هم في القوام الاساسي للمنتخب، ازاي يحصل لهم متابعه ما في الاحمال البدنيه في الامور الطبيه؟ هل احنا بنتابع الامور في الانديه ولا كل واحد هو حر بيشتغل زي ما هو عايز؟ لا طبعا بنتابع. يعني بنتابع جوه وبنتابع بره، يعني احنا اللعيب يجي
اللي بيشتغل معانا في المعسكر المنتخب حوالي 10 ايام، احنا بيكون عندنا داتا بتاعته ال4 اسابيع اللي قبلها. ممتاز. بحيث ان احنا نقدر يعني نقدر نتابع القصه دي كويس جدا. لان يعني وطول ما احنا بنتابع الاسلوب ده زي ما حضرتك قلت بيبقى عندنا يعني فرصه وفكره كويسه جدا عن الحمل البدني اللي اللعيب خده قبل ما يوصل لنا، وبنقدر نمانج اللود والحمل بتاعه في الفتره اللي موجود فيها معانا في المنتخب. ممتاز. طيب انا اتفهم انه علميا دلوقتي والتطور التكنولوجي في هذا الامر تقدر انت كطبيب او حتى كناس معدين بدنيين تتفهم او تعرف او تستكشف لاعبين ممكن لو شاركوا في هذه المباراه يحصل لهم اصابه او يحصل لهم مضاعفات، ده بتبلغ بيه المدير الفني والمدير الفني بيبقى فاهم الكلام ده؟ طبعا هو برضه عشان تبقى حضرتك متخيل هو ياريت. يعني احنا هو تيم ورك يعني هو هي مجموعه عمل، هو مش انا لوحدي. والمتابعات دي بتتم عن طريق زي ما حضرتك قلت المعلومات اللي بتجيلنا من الانديه، الجي بي اس داتا واللود بتاع التمرينات منفرده، وبناء عليه واحنا بنحط اللود او التخطيط للمعسكر بنبقى في الحسبان الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها، ان في حمل مختلف للعيب الفلاني او ان في ملحوظه معينه بالنسبه للعيب الفلاني نقدر نشتغل عليها، حاجات نقدر نشتغل عليها في الجيم. الحمد لله التواصل بيننا مع الانديه سواء جوه مصر الحمد لله او بره مصر ماشي بشكل منتظم وكويس جدا جدا جدا، بحيث ان يعني احنا وظيفتنا ان احنا طبعا لو في اي حاجه نقدر نكملها ونحافظ عليها في المنتخب هنعملها، ولو في حاجه ثانيه نقدر نزودها، بس برضه لازم يكون النادي بتاع اللعيب عارف ايه اللي بيتم بالظبط في الفتره بتاعت التوقف الدولي او الانترناشونال بريك. دكتور محمد ابو العيلة طبيب منتخب مصر الاول، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، واحد من الشخصيات المحترمه جدا علميا كمان، رائع جدا، سمعه طيبه وعظيمه جدا. تعرف ده من اللاعبين لما يجي يتكلم مع اللاعبين يقول لك احنا عندنا دكتور في المنتخب شاطر جدا، يعني اللعيبه نفسها اللي بتبقى عارفه هي اللي بتبقى متفهمه يعني. فالراجل ناجح جدا وله سيره طيبه جدا دايما مع المنتخبات الوطنيه.